شمس FM بودكاست. عم تهر هميلة مديمك أحكيت لنا على لحبيب عاشور الله يرحمه. كانت عندك علاقة كبيرة بالشهيد فرحات حشاد وعندك معلومات مهمة على اغتياله والمعلومات هذوما ما قلتهم كان للحبيب عاشور الله يرحمه. واليوم ماذا بينا معناتها نطلبوا منك أنك تكشف لنا على بعض المعلومات هذوما خاطر يظهلي عندك كما يقولوا مهمة تاريخية ومسؤولية تاريخية. اليوم أقول ذلك وتحمل مسؤوليتي. في ذلك اليوم نهار 5 ديسمبر وإحنا نقرأ بشينا كالعادة الليسي وإذا به بعد تقريب نصف ساعة جاء خبر أنه فرحات حشاد وقع اغتياله. خرجنا في مظاهرة قطعت الدروس خرجنا في مظاهرة. بعد ما كملت المظاهرة روحت للدار. أنا الوقت هذاك بزلت شاب صغير كنت مغروم بالميكانيك ومغروم بالممرهبية وكان صديقي واحد يقولوا الشادي الكناني توفى في أكسيدان الله يرحمه تخلي يخدم في جراج متاع ميكانيك والجراج هذا متاع مقاول اسمه الصادق الملولي. فبعد ما كملنا المظاهرة حطيت الكرطابلة في الدار ومشيت للجراج لأني نحب الميكانيك ونحب الواحد. وإذا به نلقى زوز كرهبة مرسيدس متاع السيد صادق البلولي وكرهبة سيمكا ويت أرونت متاع سي أحمد الزهواني الله يرحمهم الكل يغفر لهم. هالكرهبة ذو ما كانوا جدد زمانته ولكن نلقاهم معمولين على الكالات وعجلي منحية والمرسيدس فها الدم في الكراسي متاعها. وكان الشاف الميكانيك بتاع الجراج هذايا واحد طليان اسمه كابو ما نعرفش مازال موجود ولا ما عادش موجود اما روح لطاليا تقريب. فسهلت شنية الحكاية قال البارح مشاو يصطادوا في الحلوف. فعندما خرجنا تفكرت وقت طلعت في الاخبار ثم زوز كراهب منهم مرسيدس ومن مسي كاروند ومن كذا ومن شنو اربطنا الاحداث بهذاك واختزنت المساله هذيك قعدنا نتبعوا فيها. لكن ثم رئيس المنطقه او كان لا ما كانش رئيس منطقه كان بوليس نسيت اسمه تكلف بالبحث في هذه. وهذا كان صاحب واحد صديقي اسمه صالح كسوس هذا وقت له تكلف بالبحث وإذا به البحث يوقف وقفه واحدة قالوا يكفي وطوي الملف طوي الملف طية واحدة وقعد غادي قعدوا يتحدثوا على أشكون قتل أشكون قتل ولكن معروفين اللي قتلوا اللي شاركوا في العملية هم اثنين من سوسة واحد ولد اسمه جيلاردي ولد جيلاردي كانت عنده كانت عنده طبرنا كباري وقعد تسمى قاو جيلاردي وبعد ولد قاو تونس وتولت عمارة أخرى. وكان ثم واحد أخر يقولوا خياط هذوما يقولوا أنهم شاركوا في العملية هذا الأخبار المتواردة. فبعد مدة مشاتك الهدرة ذيك ومات وكل مرة فرحة حشاد أنا الحديث هذا بلغته لحبيب عاشور في السبعينات بلغته له وكان ثم واحد صديقي زاد توفى مقعد كان أنا فيه وكل توفى توفى اسمه سعد البلومي. مشيت أنا وسعد البلومي لسي لحبيب عاشور وقلت له رأي المسألة تاقع وتاقع 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 وهذاك علاش في وقت من الأوقات وقت لولد فرحة حشاد تسمى وزير وقت لولد فرحة حشاد تسمى وزير لحبيب عاشور قال كلمة قالوا كان مشيت لوجه تعلقت لك بوق خدمة تولي وزير وانا تقريب وزير شؤون اجتماعية وحاجة كما هيك. هذا الكل مسجل في التاريخ. فإذا بلغت الحديث هذا والحديث هذا قلت ونشرت أنا لأصحابي وأصدقائي وقت المرأة وصار 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 وكذا. وثم إنسان مازال موجود الممكن يكبر شوية هو أنه كان فرحات حشاد الله يرحمه كل يوم كان يسكن في رادس وكان كل يوم يهبط هو وعبد الله فرحات مع بعضهم للاتحاد.
النهار هذاك عبد الله فرحات ما هبطش معاه. وهنا نقطة استفهام، وما نحبش الناس يتهموني بحاجة أنا ما قلتش، قلت نهارتها ما هبطش معاه، والله أعلم، قد تكون صدفة قد تكون نية، الله أعلم، ولا أتهم أحد. عم طاهر هميلة، كان نرجعوا للحكاية من الأول، قلت فما ناس من سوسة أسامي هما توفيوا الله يرحمهم، شكون هم الناس هذوم؟ اللي توفاه هو مولى الكرهبة صادق البلولي، ومولى الكرهبة سيمكا أحمد الزهواني، والبوليس هني تفكرت اسمه تو، اسمه منصور النافلة، اللي بحثت اسمه منصور النافلة، ولا أحكى لي أنه نهارتها عبد الله فرحات ما بطش مع فرحات حشاد، هو سي الطيب الصايم، طيب الصايم رجل كبير وكان زميلي، كنا نخدمه مع بعضنا وكنا أصدقاء، وكان يسكن بحداهم، هو كان يسكن فرد حومة وكان يمشوا مع بعضهم، بحيث هذه أمور سيلابتيت استوار، هذه تقعد هذه التاريخ الصغير اللي برشا ناس ما تسجلوش، ولكن الحقيقة فيه، الحقيقة فيه. عم طاهر هميلة، علاش استنيت هذي الكل باش تحكيها الحكاية هذي؟ معناتها هذي سؤال يطرح نفسه، من عام 70 حكيتها لسيد الحبيب عاشور الله يرحمه. لا بعد، في السبعينات. في السبعينات معناتها، وتوا تعاود تحكيها الحكاية، حسيت اللي يلزمك تعاود تحكيها. هذا تاريخي متسجل، وأنا في مساء العمر، وربما نزيد عام ولا عامين، وربما غدبة، وربما بعد ساعة، الله أعلم، لأن العمر لا العمر 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 بيد الله، وهذه أشياء لابد أن تسجل. على كل حال أنك أعطيتها لسي الحبيب ومكتوبة، وتو نزيد نقولها، لعل سي الحبيب زمنتها الله يرحمه وراء منا غير المناسب نشرها وكذا، ولكن بما أنه بكلنا دخلنا في تاريخ، هذا تاريخ، لأنه الثورة أنهت الجمهورية الأولى وجابت الجمهورية الثانية، والجمهورية الأولى أصبحت من اختصاص المؤرخين وأهل التاريخ، ما عادتش حياة موجودة، وأنا هذا نقوله للمؤرخين باش يضيفوه، وأنا شاهد، وإذا يحبوه مكتوب نكتبه لهم زادا. مانيش واضح. باش نغلقوا قوس فرحات حشاد الله يرحمه، فرحات حشاد انا حضرت، لانه اللي سالي كنا نقراو فيه قريب للقاعه اللي عمل فيها، انا حضرت له في اكثر من اجتماع، ومشيت وراه في اكثر من مظاهره، وفرحات حشاد الله يرحمه كان هو ضمير الطبقه الشغيله، ورموز الاتحاد هما ثلاث الى حد الان، فرحات حشاد، حمد التليلي، والحبيب عاشور، وما زاد على ذلك فهم يزايد على الاتحاد ويزايد على الوطنية، ويفعلون ذلك لاستثمارها لشأنهم الخاص. معناتها عبد السلام جراد ماهوش معاه؟ عبد السلام جراد جديد وما عندوش وقتها، يمكن انت تحكي على عبيد البريكي؟ لا ما نحكي، انا ما نحكي على حد، يمكنش تقصد هكيك. البريكي تحدثت عليه امس بصيفتي الشخصيه اولا، اثنين بصيفتي التي كنت عليها وانا رئيس الجلسه الافتتاحيه، وامثل في ذلك اللحظه ضمير الشعب التونسي، واقول وقلتها وأعاودها أن المؤسسة الاتحاد كمؤسسة شيء، وهو له شأن في التاريخ وشأن في استقلال تونس وشأن في النضال، والأشخاص شيء آخر. ثلاثة أشخاص حتى حد من نجم يزايد عليهم وما تبقي يزايد عليهم. وتصريحاتك البارح باش نرجع عليها بالقدية في الجزء الثاني من الحصة، لكن آخر سؤال عم طاهر هميلة، هل نوردين حشيد ابن فرحات حشيد اليوم مسؤول على تحقيق جزء من العدالة الانتقالية، وهو المصالحة وتعويض الشهداء، كيفاش تراه أنه ينجم يتعامل مع بعض الحقائق كما اللي قلتهم أنت تو؟ هو على كل حال أنا هذه حقائق قريتها، والأشخاص معروفين مسميين، وربما هالطليان كاب وهذا إذا كان ربي طول في عمره راهو موجود، وإذا يحاولوا باش يلقوه ونجم يعطيهم الشهادة هذه. هو اللي قال لي البارح مشاو يصطادوا في الحلوف. هو اللي قال لي، وأنا ثابت على هالتو، ويليت لو كان عبد مازالو حيين رانا عملنا بحث. أما لكن أنا هذه معلومة أقولها، وأشهد الله على نفسي أني لم أختلق شيئا. شمس FM بودكاست.